ندت على المتهمين جوج تخلفوا لانهم في حال صرحوا لم يتوصلوا والمحكمه قررت استدعائهم. جوج متهمين اخرين ابانوا على رغبتهم في عدم تكليف دفاع ربما لعدم قدرتهم. المحكمه طبق القانون هطرس السيد الناقب لتعيين دفاع في اطار المساعده القضائيه نصبت لدرجه ما طلبت مهله، نصب دفاع اخر على باقي المتهمين طلبوا مهله. وشرعنا في تقديم وتاخر من 13/6 لاعداد الدفاع واستدعاء المتخلفين وتعيين محامي في اطار المساعده القضائيه لمن ليس له دفاع، وتقدمنا بطلب الصراح بالنسبه للمتهمين المؤازرين على اساس عندهم ضمانات كافيه للحضور كما عرفها القضاء المغربي، واننا سعدي من السوابق كانوا يحضروا اي استدعاء من طرف الشرطه في كل احترام واداب ولم يتاخروا، ونفس الشيء وسلوكهم معروف وعديم السوابق وعندهم مشاريع تجاريه وعندهم كل واحد عنده حوالي تقريبا 6000 اجير يعني 6000 اسره، ومن شان بقائهم في حاله اعتقال ان يضر بهؤلاء الاجراء وباسرهم وبتجارتهم. وحاولنا نقنعوا المحكمه على ان ليس هناك مبرر اعتقال اطلاقا، ان هاد الناس لا يشكلون خطوره اجراميه بدليل مع مرتكب مخالفه سير ماشي يعني ما تقدم به العمر هذه ولي خطوره اجراميه. طلبنا الصراح ونتمنى المحكمه قلنا اعطينا تحت اي كفاله او ضمان بغيتوها لعل ربما المحكمه تقتنع، والمحكمه درجه الميل في المداوله فيما يخص المطلوب لهم الصراح، وباقي الدفاع يتقدم الان بطلبات باقي المتهمين. وشكرا. ها جاو في حاله عاديه، امور عاديه، هادئين، ما كان حتى شي مشكل، محترمين القضاء، منضبطين، حتى واحد ما قال شي كلمه، الهدوء التام. الجو المحكمة محاكمة فجو عادي هادي بكل احترام القضاء. استاذ تذكرت كيفاش داير الحالة الصحية ديال سعيد مصاري؟ أنا شفتهم هنا في القاعة كيبان لك واقفين، حتى أنت راكي واقفة، حالتك الصحية كي دايرة الله أعلم. سي كروت أنتم طالبتوا بصراحة مؤقت يعني الاستجابة ديال المحكمة؟ مازال ما استجبت المحكمة، غتكمل الطلبة اليوم مازال، أنا نتسناو دابا يكملوا الدفاع والمحكمة غتقرر واش آخر جلسة واش غدا واش بعد غدا. خصها تداول وخصها تقرا، خصها تشوف حقها.